ضمن الجولات المستمرة للمفتشية العسكرية وبحضور المفتش العسكري العام وعدد من ضباط التفتيش، أجرت زمرة من المفتشية العسكرية تفتيشا فحصيا لمديرية التدريب العسكري، وأبدأ المفتشون بعض التوجيهات والملاحظات التي تطور العمل في التدريب العسكري. هذا اليوم هو إجراء التفتيش الفحصي لمديرية التدريب العسكري، وهذه المديرية مثل ما تعرف هي إحدى مديريات دائرة التدريب. هذه المديرية نعتبرها مديرية مهمة في التخطيط للتدريب والإشراف على تنفيذ التدريب في كل قطاعات الجيش العراقي الأقسامها وشعبها. احنا يعني اجرينا جولة بالبداية، جولة بسيطة، وقدم الأخ مدير التدريب العسكري إيجاز عن مهمته وعن واجباته وعن تنظيمه وعن مبادراته وكل ما يتعلق بمديرية التدريب العسكري. الآن باشر المفتشين بإجراءات الفحص اللي راح يتنفذ خلال يومين. المفتشين هم سابقا تفتيش تعليمي، يعني هاي يكون راح يكون فرصتهم لأنه يحققون بها درجة عالية تليق بمكانة هذه المديرية في الجيش العراقي. أجرت مفتشية العسكرية هذا اليوم تفتيش فحصي بعد أن كان هناك تفتيش تعليمي للمديرية التدريب العسكري. اليوم الفحص الأول عمل مقرات، وغدا إن شاء الله يكون تفتيش المديرية من قبل للرمي والتدريب البدني. ومن جانبه قدم مدير التدريب العسكري الإجازة الصباحي للمديرية، وشمل التفتيش الإدارة والميرة والتنسيق والتدريب البدني واللياقة البدنية وميدان الرمي، واطلع المفتشون على ثمرة الجهود الكبيرة والمتواصلة التي ترتقي التدريب العسكري بأعلى مستوياته. تباشر المفتشين العسكري لهذا اليوم بإجراء التفتيش الفحصي لمديرية التدريب العسكري. جوانب التفتيش لهذا اليوم تشمل جوانب عمل المقر، إضافة إلى الجانب الإداري، إضافة إلى جانب التدريب البدني وجانب الرمي، إضافة إلى الجانب الفني، وكذلك هنالك تفتيش الجانب الاختصاصي اللي تعني به هذه المديرية فيما يخص قسم إسناد التدريب وقسم التخطيط للتدريب وقسم التأهيل العلمي، إضافة إلى شعبة الفيزا، وإضافة إلى فيما يخص القاعدة المادية لهذه المديرية وما دور المديرية في إسناد التشكيلات والوحدات والقيادات في الميدان. باشرت المفتشية العسكرية العامة هذا اليوم بإجراء التفتيش الفحصي لمديرية التدريب العسكري، ويشمل التفتيش كافة الجوانب الإدارية والفنية والتدريبية، ومن ضمن الجوانب جانب الأمن وإجراءات الأمن الوقائي وفحص خطط الأمن الوقائي، واللي تشمل إجراءات أمن الأشخاص وأمن المعلومات وأمن الوثائق وأمن الاتصالات. أن أجرى عملية تفتيش هي لتقييم الأداء والرجوع إلى السياقات الصحيحة. سياقات التفتيش تبدأ بالتوجيه وتقديم المشورة الصحيحة لكافة مؤسسات الجيش العراقي، تهدف إلى تقييم العمل وتشخيص الأخطاء ومعالجتها للوصول إلى أعلى المستويات في المؤسسات التنظيمية والتدريبية. علي سامي، إعلام وزارة الدفاع.